أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم تقينا مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا
كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فحدث. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.